السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحلة مع المسرح الفرنسي، مع الأدب الفرنسي. ومسرحية النهاردة من مسرحيات الكاتب الكبير مولير، الذي توفي منذ أكثر من 300 سنة. ومسرحيتنا النهاردة المريض الوهمي. يلا نعرف التفاصيل. مسرحية المريض الوهمي من مسرحيات مولير. هذه المسرحية بتتعمق داخل النفس البشرية وبتكلمنا عن مشكلة بتواجه الجميع، وهي المرض الوهمي. المرض الوهمي يعني انت انسان سليم بس حاسس ان انت مريض، واللي بيدفعك لكده بعض الاطباء والصيادلة بيعملوا لك البحر طحينة. مش كل الاطباء ومش كل الصيادلة، وده اللي حصل لشخصية النهاردة في مسرحية المريض الوهمي. يلا نعرف التفاصيل. الشخصية الأساسية في مسرحية المريض الوهمي أرغان، رجل غني، رجل غني ولكن طبيب الخاص تابع له، والصيدلي ضحكوا عليه وأوهموه أنه عيان ومريض عشان يستنزفوه ماديا كل شوية، إيه يدفع لهم فلوس فلوس. وفي مشهد مؤثر نجد ان ارغان جالس في وسط العقاقير والأدوية، وصدقوا ان في شهر واحد تناول اكتر من 12 علاجا، يعني 12 علبة دواء و20 تنظيف و20 حقنة. ونجده يشتكي من ارتفاع اسعار الدواء ويقول هذه العلبة باربع فرنكات، ثلاثة تكفي يا فلوران، ده اسم الصيدلي اللي هو بيشتري منه الدواء. لماذا تريد تجريد الناس من فلوسهم؟ بيقول لماذا تريد تجريد الناس من فلوسهم؟ يعني ليه عايز الناس تفلس يا صيدلي، وكل شوية تقعد ايه تغلي عليهم الدواء وتحسبه باربع فرنكات؟ كفاية ثلاثة، خليك كده حنين معانا. ونجد ان هو عمال يقرا بقى ايه في الايه، ويمسك كل علبه من علبه الدواء. طبعا الصيدلي بيكتب على كل علبه ايه، ان العلبه دي لعلاج كذا ولعلاج كذا. راح هو عمال يقرا كده يقول لك ايه، هذه العلبه شراب للنوم، يعني شراب اشربه قبل ما انام، وهذه شراب لتنظيف البطن، وهذه لطرد الغازات من البطن، وهذه لطرد الأفكار السوداء. معلش تاني كده، ركز معايا. يعني ايه طرد الأفكار السوداء؟ ويعني ايه شراب للنوم؟ هو في أدوية هتنيم وفي دواء هيبعد عنا الأفكار السوداء والسلبية؟ لا، ده بقى ايه المؤامرة اللي بنقول عليه، المؤامرة اللي بيعملها بعض الأطباء وبعض الصيادلة، ان هم ايه كل حاجة يهمونا، احنا عيانين ومرضى لازم ناخد الدواء ده، والدواء ده كويس، ودواء ده مش عارف ليه والايه، ونفضل عايشين ايه مع الأدوية. وفي النهاية الخادمة، وهي سيدة بسيطة الحال، ليست غنية مثل أرغان، تقول له يا سيدي أنت لست مريضا، إن الطبيب والصيدلي فلوران يريدان أموالك ويعاملانك كالبقرة الحلوب، الكل يطمع فيك، الكل بيطمع فيه، عاملين يستغلوه ويستنزفوه ماديا ويقولوا أنت مريض وأنت عندك كذا وكذا وكذا. أرغان يتضايق ويقول ما هذه الوقاحة، كيف لخادمة مثلك أن تكلمني وتتدخل في شؤون حياتي؟ وبكده قلنا لكم جزئية سريعة عن مسرحية وهم المرض. ربنا يبعدنا عن كل الأمراض، بس وهم المرض ده خطير جدا. وإيه، وفي بعض الأطباء الاستغلاليين والصيادلة، وبعض الأصدقاء حكالي ان هو جرب طبيبين، دكتورين. في دكتور اول لما تروح له
يقول لك بص يا ابني انت مش محتاج علاج، انت بس محتاج تنظم الغذاء بتاعك، ما تزودش في اكل اللحمه وتعمل تنظيم، وما تزودش في اكل الفول، مش لازم كل يوم تاكل فول، كل يوم تاكل لحمه. انما في دكتور تاني يقول لك لا ده انا هديك بقى نظام علاجي وادويه، وانت عندك دهون على الكبد وعندك الكوليسترول عالي ومش عارف ايه عالي وحكايه، وتلاقيك طول النهار رايح على الصيدلي، صيدلي عمال تشتري من الدواء وتدفع بالغالي، وكل شويه تعمل في تحاليل وتعمل في تحاليل طبيه. المهم انت حسيت، بيحسسك بعض الدكاتره ان انت موجوع وان انت مريض فعلا. على راي الممثل الكبير محمد صبحي في مسرحيته الهمجي المسرحيه الجميله اللي كان برضو بيسخر فيها من بعض الاوضاع في المجتمع، كان بيقول زوجته، بيقول لها الواحد يروح عند الدكتور من دولة سليم يطلع منه عنده سكر وضغط دم. فعلا بعض الدكاترة، مش كل الدكاترة، في دكاترة عندهم بشاشة وكويسين جدا، وحنخصص لكم حلقة بإذن الله عن دكتور من دكاترة التغذية وفي نفس الوقت شاعر من الشعراء، هتكون مفاجأة، واستنوا الحلقة الجاية. وبكده عرفنا الفكرة العامة لمسرحية المرض، لمسرحية المريض الوهمي، المريض الوهمي لمولير. مولير مش مريض، مولير وقع في حيلة ومؤامرة دبرها بعض الأطباء والصيادلة المستغلين الذين يريدون ثروة وأموال مولير، ثروة وأموال أرغان، رجل الأعمال والرجل الثري الغني. ونستفيد من المسرحية أن الواحد يسمع نصيحة الغير حتى لو كان أقل منك. فالخادمة بتنصح أرغان وتقول له انت لسه مريض، ان هو اتضايق وكده، راح اسمع للأقل منك. مش عيب لما واحد أقل منك من ناحية المالية، ناحية التعليمية، اسمع له. وبرضو هقول لكم مفاجأة مرات القادمة، قصة سواء أينشتاين اللي كان تعليمه أقل من أينشتاين، وكان أينشتاين بيحترمه، هو سواق، أينشتاين عالم وده السواق بتاعه، بس كان فيه احترام متبادل. لازم يكون فيه احترام متبادل بين الرجل الغني والرجل الفقير. وبكده انتهينا من جولة مع المسرح الفرنسي. منساش ان الأدب العربي زاخر بالكثير والكثير من الأعمال الفنية المسرحية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.